أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي سوف نتحدث فيها عن منفذ الحديدة الذي يعد منفذا لاستقبال الأسلحة الحوثية ومصدر لتمويل الجبهات لقتل أبناء الشعب اليمني. 5 أعوام على اجتياح المسلح لميناء الحديدة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي حولت إيراداته إلى أرصدة لقاداتها وأموال لرفض مجهودها الحربي، فيما أبقت أبناء المحافظة عمليات القتل وافتتاح السجون ونهب الرواتب والثروات وتدمير البنية التحتية، متسببة بكارثة إنسانية بحق قرابة 3 مليون نسمة يعيشون في المحافظة. تنهب ميليشيات الحوثي الإرهابية إيرادات ميناء الحديدة على امتداد 5 أعوام، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي يصير أبناء الحديدة إلى جموع جائعة فقيرة مسحوقة مشردة نازحة تقتلها الأوبئة تموت، وقد سرقت منها الميليشيات الدواء. في المقابل يتجول عناصر الميليشيات الإرهابية داخل الميناء تحديا لأي اتفاق يقضي بانسحاب عناصرها من ميناء صار بالنسبة لميليشيات الحوثي شريان يمدها بالمال من إيراداته ومنفذا استراتيجيا للسلاح النوعي القادم من إيران. طبعا استغلوا البحر لتهريب الأسلحة والمؤن وتهريب البشر والخبراء، ومن خلال الحديدة كذلك يعني استطاعوا أن يوفروا دعما ماليا كبيرا لمجهودهم الحربي. يؤدي عناصر الميليشيات صرختهم الخمينية علنا، والناهبون يسرقون من أفواه الجياع في تهامة أقواتهم سرا وعلانية تسمى قيادات الميليشيات، تتسع أرصدتهم، يختطفون، يفتتحون السجون، يصادرون الرواتب، يدمرون الخدمات العامة، يقصفون المنشآت الصناعية والمزارع والمنازل، يزرعون الموت ويحيلون أرجاء السهل التهامي إلى مآتم ومقابر وخراب ومعابر وفخاخ وموت ودخان. حين يسأل المواطن المسحوق في تهامة عن مصير إيرادات ميناء الحديدة، تذهب الميليشيات لتصرف نصف راتب كل عام لذر الرمادي على العيون، بينما يقدر أبناء الحديدة إيرادات الميناء بمبالغ من شأنها تغطية نفقات رواتب الموظفين. ميناء الحديدة أيام الأزمة هذه كل شهر تقريبا يورد ما يقارب 14 مليار ريال للميليشيات الإنقلابية. تصر الميليشيات على سياسة النهب والتدمير إذن، وتراوغ رفضا لأي اتفاقيات من شأنها تسمح لاستعادة إيرادات الميناء لأبناء تهامة، مصرة على بقائه يخر إلى جيوب عصابات الكهف في العاصمة المختطفة صنعاء. عبد الحفيظ الحطابي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك أستاذ عبد الحفيظ. أستاذ عبد الحفيظ، إذن ربما لم يجزر اتصال بعد للحديث معه عن حول ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال 5 الأعوام الماضية من نهب لإيرادات بناء الحديدة، وعن التفقير والتجويع والقتل والنهب والخراب والدمار الذي تلحق بأبناء المحافظة الذي يقدر عددهم بقرابة 3 مليون نسمة يعيشون في المحافظة وسط تلك الانتهاكات التي تمارس عليهم. في المقابل يتحدث العالم عن خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وعمليات السلام لمواجهة كورونا، بينما ليش الحوثي الانقلابية للأسف تواجه الشعب اليمني بالقتل والدمار. إذن عاد إلينا أو تمكن الاتصال من مراسلنا عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك سيد عبد الحفيظ. مساء النور أخي أحمد لك ولمشاهدي قناة سهيل الفضائية. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الحفيظ. ما الذي يمكن أن تحدثنا بعد 5 أعوام من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية على ميناء الحديدة؟ أحمد، طبعا ميناء الحديدة كان يعتبر أحد أهم روافد الدولة قبل الانقلاب على امتداد العقود الماضية،
وكان أحد أبرز مرافد المالية لخزينة الدولة في الأنظمة السابقة، من خلال على اعتبار أن ميناء الحديدة هو الميناء الاستراتيجي الثاني بعد ميناء عدن، وإضافة إلى المساحة الكبيرة للشواطئ الممتدة من شمال المحافظة الحديدة حتى جنوبها، وبها العديد وتلحق طبعا بميناء الحديدة الرئيسي العديد من الموانئ الثانوية، و 75% من السكان المحلي من السكان في الجمهورية اليمنية يأتيهم الغذاء والدواء والوقود وكافة مستلزمات الحياة الأساسية عبر ميناء الحديدة، وبالتالي فإن إيراداته مهولة وكبيرة بالنسبة لخزينة الدولة. وبالتالي منذ الانقلاب الأسود لميليشيات الحوثي التي اجتاحت محافظة الحديدة منذ 5 أعوام ونصف من الشهور، صارت هذه الإيرادات تذهب إلى ميليشيات الحوثي، وكان يعتقد بأن على الأقل بإمكان الميليشيات أن تسدد الكثير من الخدمات العامة كالكهرباء كالمياه كرواتب الموظفين، إلا أن ميليشيات الحوثي اعتبرت ميناء الحديدة هو الرافد الأساسي لمجهودها الحربي، إضافة إلى الثراء الفاحش للعديد من القيادات ميليشيات الحوثي سواء على مستوى محافظة الحديدة أو حتى على مستوى القيادات العليا للميليشيات في العاصمة اليمنية صنعاء، إذ تناسقت العديد من الشركات التجارية وكانت المتعلقة بالنقل أو بغيرها، وبالتالي توسعت أرصدة الميليشيات من خلال ميناء الحديدة، إضافة إلى أن هذه الإيرادات استخدمتها الميليشيات في المزيد من إشعال حروبها ضد اليمنيين في العديد من الجبهات على امتداد الخارطة اليمنية، إضافة إلى قيام هذه الميليشيات باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة الإيرانية من وإلى الحديدة، وخاصة في الآونة الأخيرة عبر تواطؤ العديد من الشركات الخاصة أو تلك الشركات التي تتواطأ مع هذه الميليشيات، وتمثلت عبرها طبعا من يعني تسريب العديد من الوكالة الخبراء الإيرانيين فيما يتعلق بصناعة الأسلحة الثقيلة أو ما يتعلق أيضا بقطع السلاح سواء كانت صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة. نعم سيد عبد الحفيظ، كم تقدر إيرادات ميناء الحديدة التي تقوم بنهبها ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ نعم أخي الحبيب، طبعا بحسب التقارير السابقة قبل الانقلاب كانت تصل أحيانا إلى 40 مليار ريال في الشهر الواحد طبعا هذا، وبالتالي بعد الانقلاب ستحدث المصادر المالية التابعة للميليشيات ما بين 20 إلى 15 مليار ريال، طبعا لا توجد أرقام دقيقة ما بعد الانقلاب فيما يتعلق بالإيرادات، هناك عمليات نهب منظمة وممنهجة في الميناء خاصة، وأن الميليشيات دفعت في العديد من عناصرها في العديد من مراكز الفنية والإدارات المحلية للميناء ومؤسسة الموانئ أصبحت بيد الميليشيات، وكل ما يتعلق بمساكن الضرائب والجمارك الميناء أصبحت بيد هذه الميليشيات، إضافة إلى أن هذه العناصر المشرفة على الكثير من قطاعات شركات البحر الأحمر أو موانئ البحر الأحمر تقوم بنهب هذه الإيرادات، إضافة إلى تلك الإيرادات التي توصلها إلى البنك المركزي التابع لميليشيات الحوثي الانقلابية وتحولها إلى مجهول حربي، وبالتالي في اعتقادي بأن هناك وبحسب طبعا اقتصاديين في الحديدة بأن هذه المبالغ قادرة على ضمان صرف كافة رواتب الموظفين القطاع الحكومي سواء كان عسكريين أو مدنيين في محافظة الحديدة وحتى بل في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، إلا أن ما يؤكد بأن هذه الميليشيات وبالتالي يعني أن هذه الميليشيات تنهب هذه الإيرادات، ولذلك هي تصر على بقائها في محافظة الحديدة وتصر على إبعاد أبعدة مدير الموانئ السابق ومدير الميناء وشرطة الميناء، ويعني دفعت في العديد من عناصرها في الإدارات المالية بل حتى على مستوى الموظفين العاديين، وبالتالي لم يبقى لأبناء محافظة الحديدة إلا أن يحملون الأثقال
ويحملون المؤن ومجرد يعني عماله فقط في الميناء، بينما تفاصيل اجهزه ومؤسسه الميناء اصبحت هذه الميليشيات، ولم يعد يعرف ابناء الحديده كم ايرادات الميناء في هذه ما بعد الانقلاب، لا توجد ارقام حقيقيه، لكن ما يعرفه اليمنيون قاصده وحتى الحكومه السابقه بان ميناء الحديده يعتبر احد اهم الايرادات الماليه للحكومات السابقه، وبالتالي قادره هذه الاموال على تغطيه النفقات وعلى استمرار خدمه الكهرباء، الا ان الميليشيات لم يعد لميناء الحديده دور في مؤسسه الكهرباء، لم يعد ايرادات الحديده دور في مؤسسه المياه، لم يعد ايرادات الحديده دور في الضمان الاجتماعي، لم يعد ايرادات الميناء اي شيء فيما يتعلق بالمؤسسات الصحيه والمؤسسات التعليميه وغيرها، وبالتالي الميليشيات تصادر هذه الاموال لصالح مشروعها التخريبي والتدميري ومشروع الحرب والاقتتال في اليمن. نعم، سيد عبد الحفيظ، نتحدث ايضا عن تلك السرقات والإيرادات من ميناء الحديدة، أيضا إضافة إلى تدخيل آلة الدمار والقتل والموت عبر هذا الميناء، بالنسبة لتلك الأسلحة التي يتم تهريبها عبر هذا الميناء، ماذا عن المجتمع الدولي وهو يرى تلك الانتهاكات؟ نعم، هناك نقطة رئيسية فيما يتعلق في ملف الاستثمار، على سبيل المثال ملف الحديدة فيما يتعلق بقضية الإيرادات، للأسف الشديد الميليشيات ترفض حتى هذه اللحظة الإصلاح عن الأرقام، وأيضا ترفض الإصلاح عما يتعلق بقضية الأموال التي تجنيها من إيرادات الميناء، وترفض يعني مقترحا يعني بجهات مستقلة لإدارة الإدارة المالية للميناء بحيث يتم إيصال هذه الأموال للبنك المركزي التابع للحكومة الشرعية لتقوم الحكومة الشرعية بصرف كافة رواتب الموظفين من ضمنها طبعا المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وطبعا الميليشيات ترفض هذه الملف الحديدة ونسبته ورمت في البحر، والأمم المتحدة على علم ما يحدث في ميناء الحديدة. فيما يتعلق بقضية تهريب الأسلحة وهو الأكثر باعتقادي بان الاونه الاخيره تمكنت الميليشيات من استنساخ وانشاء شركات تتعلق بالوقود باستيراد النفط، بل هناك شركات مصريه الان تابعه للميليشيات تضاهي شركه النفط الحكوميه التي حتى التي لا تزال تحت سيطره الميليشيات، وهناك تنافس وهناك رسائل ووثائق نحن كصحفيين اطلعنا عليها مهوله فيما يتعلق بعمليه التسجيلات التي تقوم بها الميليشيات للكثير من الشركات التابعه لها او المعتقه معها سواء كانت تجاريه بنوك الوصول او قطاعات اقتصاديه اخرى، وبالتالي هذه الشركات وتحت غطاء الاقتصاد وغطاء الاستثمار وغطاء، ولذلك الميليشيات تصر دائما على السماح بدخول السفن الى ميناء الحديده، وهم يرفضون قوات التحالف الحكومي الشرعيه وتجبر هذه السفن على التفريغ في الجنوب، لكن الميليشيات تصر احيانا تحت ضغوط دوليه تعبر هذه الناقلات العملاقه الى ميناء الحديده، ولا تستطيع لا الامم المتحده ولا ضباطها ولا حتى في الاونه الاخيره ما يسمى بنقاط الارتباط وايضا ما يسمى باللجنه المشتركه ان تفرض يعني تفتيشا دقيقا على ما يدخل الى ميناء الحديده، وخاصه ان هناك تمثلت القوات دوليه من ضمنها قوات امريكيه من الكثير من القوارب الصيد الكبيره التي تستخدمها الميليشيات في عمليه نقل من سفن ايرانيه في مضيق باب المندب، وعلى انها سفن اقتصاديه، ويتم انزال العديد من قطع الصواريخ او قطع تصنيع الطائرات المسيره وغيرها من ايضا الخبراء من وادي الحديده الى ايران، وبالتالي هذه الميناء اصبح هي الميليشيات الحديد، وهناك اشياء قابله يتحدث المسؤولون ممن نتواصل معهم كمصادر في الميناء يتحدثون عن اشياء مريبه يتم ادخالها ليلا عبر ميناء الحديده، ومن ضمن هذه قطع السلاح دخول عربات النقل الكبيره الى حرم الميناء، وتنقل طبعا هذه المواد الى مناطق متفرقه داخل مدينه الحديده وحتى ايضا خارجها، وبالتالي فان ميناء الحديده هو المنفذ الاستراتيجي لدخول الاسلحه الثقيله في الاونه الاخيره او في السنتين الاخيرتين على الاقل التي استغلت فيه ميليشيات الحوثي ملف الحديده واتفاقيه الاستيطان في المزيد من الحصول على الاسلحه
الله والمدينه الفسيحه والكبار الايرانيين، ولذلك طورت من عملياتها وصحبت من عملياتها العسكريه وخصوصا فيما يتعلق بالطائرات المسيره والصواريخ البيوتيه التي تستهدف المملكه العربيه السعوديه وحتى ايضا باتجاه المحافظات المحرره. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا عبر الهاتف حدثتنا عن 5 أعوام من عبث ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، لا سيما الميناء الذي تقوم بنهب إيراداته وتهريب آلة الموت لقتل أبناء الشعب اليمني.